قلنا لحضراتكم انجاز غير مسبوق، تواجد ده في كاس العالم كاول الفرق العربيه الوصول لدور 16، وايضا الوصول ل اخر نسخه لنهائي كاس الامم الافريقيه، خطا لصالح منتخب مصر، تدخل قوي في اللقطه الاخيره، فاطمه مصطفى تحصل على خطا، ورودين عبد الرسول هي اللي هتنفذ الخطا من على دايره وسط الملعب. رودين عبد الرسول تلعب كوره طويله اماميه منتهى الخطوره، جول جول عالمي 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 جوه الجول، هي رودين هي رودين عبد الرسول اللي سجل من وسط الملعب بقى في هدف عالمي. ورودين عبد الرسول مدافعه منتخب مصر ايه من مسافه بعيده مش ممكن، رودين عبد الرسول اللي سجل هدف الحقيقه من ركله حره مباشره من على دايره وسط الملعب في شباك الحارسه شيماء الشاوني. تحدثت عن قدم الذهبيه لرودين عبد الرسول بقى واتقانها للكرات الثابته والتعليمات اللي دايما من الكابتن محمد كمال، وايضا تحدثت عن الحارسه اللي امام حضراتكم اللي عندها اخطاء بالجمله، ادي الاعاده ويا سلام يا رودين، مسافه بعيده ايه مش ممكن، رودين عبد الرسول